خمس أجيال مروا على الكرة الهولندية في المونديال. شوف الكرة الهولندية زي ما اتكلمنا يا احنا ان هم غابوا عن 30، حضروا في 34 و38، ثم غابوا بعد كده عن مشاركة في 6 مونديالات متتالية عشان يظهروا في النسخة العاشرة في 74 في ألمانيا الغربية، ثم في الأرجنتين 78، وبعدين يغيبوا تاني 82 86، وبعدين يظهروا من 90 94 98، يغيبوا في كوريا الجنوبية واليابان 2002، ثم يكملوا بقى 2006 في ألمانيا ألمانيا، ثم 2010 جنوب أفريقيا، 2014 في البرازيل، ويغيبوا النسخة الماضية. يعني انت بتتكلم من 21 نسخة عدت في كاس العالم حضرهم في 10 نسخ بس، وده شيء قليل جدا جدا على منتخب هولندا. منتخب هولندا بالشكل اللي احنا شفناه اول ما وعينا على الكوره، يعني المنتخب القوي، منتخب بيقدم اسامي عظيمه جدا في عالم كره القدم. ولكن احنا لما هنختار هنا هنختار مونديالياً، لان احنا طبعا لو هنختار من الاعظم الخمسه كنا لازم هنختار نسخه هولندا في كاس في بطوله اليورو 88 اللي كانت في المانيا لما فازوا على الاتحاد السوفيتي 2-0 في النهائي، ولكن احنا هنا بنتكلم عن الافضل في النسخ مونديالياً فقط. صحيح. هنبتدي من الخامس للعب. يعني انا من وجهه نظري 2000 ونسخه 2014 مع لويس فان جال، النسخه اللي فازوا فيها بالمركز الثالث بالتفوق في الـ على البرازيل في مباراه الثالث والرابع، والخساره من الارجنتين في البطوله ديت بركلات الترجيح، وكانوا بداوا البطوله بعظمه لما فازوا بالخمسه على اسبانيا اللي كانوا البطوله اللي قبلها على طول اسبانيا فازت عليهم في المباراه النهائيه، وكلنا طبعا نفتكر ومش هننسى هدف فان بيرسي طبعا اللي جابه بالهيد دايفنج عشان يكون واحد من الاهداف الرائعه في تاريخ كاس العالم. بحبه جدا فان بيرسي طبعا، يعني الهداف التاريخي بتاع المنتخب الهولندي على فكره بالمناسبه كمان. فانت بتتكلم عن منتخب هولندا في 2014 خدته في النسخه في المركز الخامس في الترتيب الافضل في المونديال بالنسبه لتشكيلات هولندا. ماشي. المركز الرابع المنتخب اللي وصل للنهائي في 2010، لان منتخب اللي مع بيرت فان مارفيك، منتخب ده ما كانش مرشح بقوه قد كده. كان في اسامي عظيمه زي ويلس شنايدر اللي كان عامل بطوله اكتر من ممتازه طبعا. حتى في نفس السنه دي كمان كان مكسر الدنيا مع الانتر وكان من اللعيبه المهمه، بتتكلم جدا. عن طبعا عن اريان روبن. هم كمان عملوا بطوله عظيمه جدا في 2010 ديت يا يحيى. 2010 فازوا في كل مباريات دور المجموعات على اليابان، على الكاميرون كمان، وحتى في الادوار الاقصائيه بيفوزوا على سلوفاكيا، برازيل، اورجواي. المباراه النهائيه كانت العائق الوحيد بالنسبه لهم، وفان برونكوست طبعا موجود معاهم في الصوره اهوت، المباراه الوحيده اللي كانت عائق بالنسبه لهم وفان بيرسي اكيد طبعا، ده اللي خلتهم ما يفوزوش باللقب، عشان كده اخترتهم 2010 في المركز الرابع. نخش على المركز الثالث، نتكلم في نسخه 98. ممكن حد يقول لي طب ما 98 ما وصلوش للنهائي، ولكن نسخة 2010 هي اللي وصلت للنهائي، ولكن النسخة دي كانت واحدة من أمتع النسخ طبعا. في مونديال كاس في الكاس العالم عامة لهولندا. أسامي بقى كلها لما اتفرج عليها، فاندر سار وبركام وبتتكلم على فليب كوكو ويابستام وكلويفرت والأخوين ديبور وإدجار ديفيز، لا أسامي كانت فعلا تستحق الشيء الاكثر من انهم وصلوا المباراه قبل النهايه بس. صحيح. ولكن اصطدامهم بالبرازيل والتعادل 1-1 ثم الخساره بركلات الترجيح هي اللي خلتهم بعد كده في 98 يلعبوا على الثالث والرابع، وانا فاكر حتى ساعتها الهدف اللي سجلوا لهم في الثالث والرابع كان زندن، ويخسروا المباراه امام كرواتيا بنتيجه 2-1 عشان تبقى ديت المره الوحيده في تاريخ هولندا اللي اتحقق فيها المركز الرابع. اخترتهم هم في الثالث، المركز الثالث في الامتع بالنسبه لهولندا في تاريخها في كاس العالم. نزل بقى للنسخه الثانيه 78. 78 في الارجنتين مع ارنست هاب اللي هو اقصى الشمال اللي لابس ترنج كامل برتقاني ده. دي البطوله او النسخه اللي غاب عنها النجم الكبير يوهان كرويف، ونيانجا حتى اللي سجل في المباراه النهائيه ما كانش عايز يروح النهائي البطوله. تخيل ليه؟ ليه؟ كانش عايز يروح البطوله لانه كان عنده انت عارف هولندا مشهوره ببيع الورد. حلو. قال لهم احنا داخلين على موسم لبيع الورد هكسب منه كويس، فانا مش عايز اروح البطوله. انا بكلمك جد والله. ولكن في النهايه ذهب وسجل في المباراه النهائيه، كانت نسخه رائعه من المنتخب الهولندي، ولكن مش بنفس الكيفيه بتاعت النسخه اللي انا اخترتها هي الافضل في كاس العالم اللي هي نسخه 1974 مع
رينوس ميتشل والفوز بالمركز برضو الثاني في كاس العالم 74، وديت النسخه هم حتى الهولنديين بيعتبروهم الاعظم في تاريخ هولندا، الفرقه اللي عملت كل شيء في كره القدم من حيث الامتاع والابداع والكره الهجوميه والكره الشامله اللي اتشهروا بيها، والطواحين الهولنديه بقى اللي تسموا عليه يعني بعد كده الطواحين الهولنديه بسبب البطوله دي كمان بالتحديد، ولكن في النهايه بيخسروا امام المانيا الغربيه بنتيجه 2-1 في المباراه النهائيه على ملعب الاولمبي في ميونخ، بعد ما نسكن سجل لهم ثم جيرد مولر بقى ويول برايتنر بيسجلوا هدفين لالمانيا الغربيه. فالافضل بالنسبه لك 74 74 يعني بص ممكن احنا اللي شفناه اكتر وشفناه بالتفاصيل في المباراه 98، ولكن لما انا اتفرجت على المباريات بتاعت هولندا والابداع اللي كانوا بيعملوه في 74 انا شفت كل مبارياتهم في البطوله، يمكن حتى كمان انا فاكر كويس قوي لما هنتكلم دلوقتي عن يوان كرويف سريعا هوريك لقطه، اللقطه دي اصبحت ايقونيه في كاس العالم، في ناس كتير ممكن ما تاخدش بالها منها ولكن هي ايقونيه بالنسبه للمتابعين الجيدين قوي لكاس العالم من اول بطوله لاخر بطوله، لان يوان كرويف كان في البطوله ديت بيفعل كل شيء وكان هو محط الانظار في البطوله، درجه حتى ان هو عشان يتحايل على الشركه الراعيه بتاعه القمصان بتاعه هولندا عشان ما هو ماش تبعهم او هو مش سبونسر ليهم او هم مش السبونسر بتوعه شال شريط من الشرايط بتاع التيشيرت عشان ما يكنه ما بيعمل لهمش اعلان في لما نزل المباراه النهائيه، لان كان كله مركز مع يون كرويف. اه بالظبط كده. مين العظماء السبعه اللي ممكن في تاريخ الكره الهولنديه؟ بص هي دي بقى محيره ومحيره شويتين ثلاثه اربعه يعني، لكن عشان تقعد تختار هولندا مليانه لعيبه ومش بعاد عن بعض قوي في المستويات، ولكن لو هنختارهم يعني انا ممكن ابتدي بكليرانس سيدورف. سيدورف الراجل الوحيد اللي فاز بثلاث نسخ في دوري الابطال مع ثلاث انديه مختلفه، اياكس امستردام وريال مدريد واس ميلان، واحد من اهم الاسماء اللي مرت على تاريخ الكرة الأوروبية وتاريخ المنتخب الهولندي، فاخترت كليرانس سيدورف في المركز السابع عشان يكون متواجد وحاضر معانا، الفائز بالشامبيونز ليج ثلاث مرات مع ثلاث أندية مختلفة. في المركز السادس اخترت واحد من اللي تركوا بصمة في عالم المدافعين، رونالد كومان. رونالد كومان اللي فاز بدور الأبطال مرتين، مرة مع نادي ايندهوفن بي اس في ايندهوفن سنة 88 بالتفوق على بنفيكا في المباراة النهائية بركلات الترجيح، عشان حتى يمكن حتى في الوقت ده حرم تاني لاعب عربي ان كان ممكن يفوز بالبطولة، كان اسمه رضوان الحجري لاعب مغربي، فاز معاهم وفاز مع برشلونة بأول ألقابهم في دوري الأبطال، وهو اللي مسجل الهدف من تسديدة صاروخية في مرمى جان لوكا باليوكا لا حارس مرمى نادي سامبادوريا في نسخة كان نادي سامبادوريا كانت قوية جدا ولكن برشلونة قدر يتفوق. رونالد كومان واحد من الأسماء المهمة جدا وفاز طبعا باليورو 88، واحد كمان من الهدافين مع برشلونة وفي تاريخ الليجا واحد من أهم الهدافين من المدافعين في الليجا، وكان دايما بيكسر حاجز حتة ان المدافع ما بيسجلش، ولكن رونالد كومان كان واحد من أهم اللعيبة في تاريخ المنتخب الهولندي. نيجي بعد كده المركز اللي وصلنا للمركز الخامس، فرانك ريكارد. فرانك ريكارد اللي فاز بثلاث بطولات تشامبيونز ليج، اثنين مع الميلان مع اريجو ساكي 88 و89، ثم بطولة اللي فازوا بيها على الميلان بقى المرة دي في 95 بهدف كلويفرت، علشان يكون حتى كلويفرت في الوقت ده اصغر لاعب في تاريخ تشامبيونز ليج بيقدر يسجل هدف في المباراه النهائيه. فرانك ريكارد واحد من الاسماء اللي صنعت التاريخ حتى كمان بالفوز بالبطوله الوحيده في تاريخ هولندا في 88، والثلاثي المرعب بقى اللي كان مع فان باستن ورود خوليت في الميلان كانت حاجه محدش ينساها. نذهب للمركز الرابع، رود خوليت. رود خوليت اللي فاز باللقب احسن لاعب في اوروبا 87 عشان يكون تاني هولندي يقدر يحقق اللقب ده مع بعد يوان كرويف اللي حققها ثلاث مرات، وفاز طبعا مع الميلان بلقبين في دوري ابطال اوروبا 88 و89. رود خوليت اللي كان بيصنع عظمه في اليورو 88 وسجل اولى اهداف المباراه النهائيه بضربه راسيه قويه جدا في مرمى رينات داسايف عشان تفوز هولندا في اليورو 88 على حساب المنتخب الاتحاد السوفيتي بنتيجه 2-0. نذهب للمركز الثالث، اخترت طبعا الساحر بيركام. طبعا بيركام واحد من اهم المهاجمين في تاريخ الكره العالميه ككل، وكان ليه ستايل خاص بيه، تشوف الموهبه والمهاره في اقدامه دايما. بتتكلم عن بيركام اللي خد
تاني لاعب احسن لاعب في البالون دور 93 وتالت 93 والتاني في 92 ثم نذهب بعد كده لماركو فان باستن الراجل اللي فاز معايا انا اخترته التاني. مشكله الطيران ده ده سافر معاهم اللي هو بيركام التاني في المركز التاني انا اخترت بقى ماركو فان باستن اللي فاز ثلاث مرات طبعا بلقب البالون دور 88 89 و 1992. ماركو فان باستن طبعا والهدف الشهير في رينات ده سايف واحد من اهم المهاجمين لولا الاصابه كان ممكن مسيرته تبقى افضل كمان واطول من كده. كنت نفسي اختار في القائمه كمان كلويفرتن لان كلويفرتن كان مبهر ولكن يعني حاولت انوع حتى في الخطوط بتاعه المنتخب الهولندي. طبعا معروف ان الاول في القائمه دي هيبقى يوهان كرويف الساحر لان يوهان كرويف كمان باللي قدمه في كاس العالم 74 ومسيرته ككل كلاعب وكمان مدرب كان مبهر بشكل غير عادل لدرجه ان فرانس بيكنباور قال عليه ان افضل لاعب جه في تاريخ اوروبا والمراوغه الشهيره بتاعته لايان اولسن في كاس العالم 74 في دور المجموعات والتعادل 0-0 كانت مراوغه مبهره بشكل غير عادي وكانت ايقونيه لدرجه ان هم عملوا منها تماثيل صغيره كانت بتتباع في الاسواق لان كانت مراوغه مش طبيعيه من يوهان كرويف. وانا مش مختاره عشان المراوغه لان تاريخ يوهان كرويف لو قعدت اتكلم عنه عايز حلقه وحلقه كامله جدا عراب الكره الهولنديه.